وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. إذا نرحب بك سعادة السيدة مها، حدثينا بصورة مجملة عن الحزمة التي تم الإعلان عنها اليوم. بداية نمسي عليكم بالخير ونشكركم على الاستضافة. طبعا المؤتمر الصحفي اليوم جاء للإعلان عن تفاصيل حزمة الدعم التي تم قرارها بالأمس خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، واللي وجه خلال الاجتماع بإنفاذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لإطلاق أكبر حزمة متكاملة من البرامج، هي الأكبر منذ تأسيس تمكين، وتستهدف مثل ما تفضلتم 50,000 بحريني بهدف خلق فرص عمل جديدة لهم وتعزيز تطورهم الوظيفي في سوق العمل. طبعا هذه الحزمة جاءت بالتزامن مع إعادة هيكلة الدعم المقدم من تمكين، وترتكز على ثلاث مبادرات رئيسية تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وكذلك تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونون الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وكذلك التوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف صندوق العمل تمكين وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. نعم سيدة مها، ما أبرز ما يميز البرامج المستحدثة عن البرامج السابقة؟ طبعا المميزات أختي كثيرة، وأهمها أن أسقف الدعم أصبحت أعلى، وتم توسيع نطاق الدعم ليشمل فئات أكثر. أيضا تم وضع معايير أفضل للدعم إلى جانب تيسير عملية التقديم من خلال تحديث البوابة الإلكترونية. فعلى صعيد برنامج مثلا دعم التوظيف، تم رفع الحد الأدنى للأجور بحسب المؤهل، وتم رفع الحد الأقصى لدعم تمكين وغيرها من المزايا الإضافية بهدف استقطاب شرائح أكثر وإعطاء خيارات أكبر للمؤسسات للاستفادة من الدعم. طبعا أيضا تم استحداث برنامج لدعم التلمذة المهنية، واللي يعتبر يعني الأول من نوعه، يشمل التوظيف والتدريب، وكذلك تم زيادة المكافآت المالية للتدريب على رأس العمل من 150 دينار إلى 200 دينار. طبعا من ناحية برامج دعم التطور الوظيفي، تم استحداث عدة مسارات بأسقف أعلى وفترات دعم أفضل بما يشمل فئات أكبر من العاملين بالقطاع الخاص. نعم. على سبيل المثال تم تمديد فترة دعم الزيادة إلى 24 شهر، كانت في السابق 12 شهر، إلى تمتد بحد أقصى في بعض الفئات ل 18 شهر، وكذلك رفع نسبة دعم هذه الزيادة إلى 100%، وكذلك ضمن مسار دعم البحرينيين اللي يتم توظيفهم في الوظائف القيادية والتنفيذية الجديدة، أيضا تم زيادة مدة الدعم إلى 24 شهر. نعم. بعد أنا حابة أوضح أن احنا تم استحداث مسار جديد لدعم زيادة الأجور للموظفين خلال انتقالهم بين مؤسسات القطاع الخاص، أيضا لمدة الدعم يكون لمدة 24 شهر وبنسبة 100%، وهذه الأول من نوعه يعني في تاريخ تمكين. إلى جانب كذلك التوسع في البرامج التدريبية الاحترافية للموظفين، بحيث يتم دعم التدريب الاحترافي 100% للموظفين بدل 50% سابقا، ويتم التركيز على المهارات المتخصصة بحيث ان احنا يتم تغطية تكلفة التدريب فيها. بالنسبة اختي احنا كذلك عملنا على تخصيص مكافآت مالية، وهذه اول مرة يطرح للموظفين المتدربين في عدد من البرامج التخصصية والمهارية ممن تقل اجورهم عن 600 دينار، واللي تم صرفها في فترة التدريب لتحفيز أكبر عدد من العاملين في القطاع الخاص
للاستفادة من الفرص المقدمة. نعم. وغيرها أختي من مختلف أشكال الدعم اللي نسعى من خلاله إلى تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الدعم المقدم من تمكين عن طريق العمل بشكل جدا وثيق مع الشركاء المتمثلين في وزارة العمل مؤسسات القطاع الخاص لتقديم البرامج والمبادرات اللي منصبة في تلبية تطلعات سوق العمل. طبعا هذه الجهود لدعم وتنمية الكوادر الوطنية تتكامل مع دعم صندوق العمل تمكين للمؤسسات القطاع الخاص اللي تضمن تزويدهم بمختلف أشكال الدعم والحلول المناسبة سواء عن طريق المنح أو التسهيلات التمويلية أو من خلال الدعم التوجيهي والاستشاري واللي يعزز من فرص هذه المؤسسات في التوسع والتنوع وكذلك يرفع من إنتاجيتها وبالتالي يعزز من مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الوطني. نعم سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيزة الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.